وأذكر فيها قصة قبل ما أتوقف حتى أستفيد من أحبتي، أن رجلا أحد القضاة يقص علي يقول توفي رجل عليه 300,000، فقام على القبر إلين اللي الدائنة اللي دينه حاضرا قبرها الشايب، فتلوى الولد، ولده وحيد وأربع بنات، تلوى في رقبة هالشايب الدائن راعي الدين، قال شفه وحيدا في قبره، لا تحبس أبوي، ما في ذمته في ذمتي، ما عندك شيء ولا عندك، رويت بك تعبان، قال بيرزقني يلا، وإذا ما رزقني يلا عندك اسجني فوق الأرض، بس لا تسجن أبوي تحت الأرض، أنا طالبك لا تسك على أبوي تحت الأرض، الله يبيضك أبوي أبوي. فبكى فطاح العالم عليه، قال تم، وشهد في المقبرة 5 من الرجاجيل أنا الدين، فراح وكتب عليه صك، قال الوعد المحكمة. فذهب قاله القاضي ثبت الدين، قال لي لكني بمهله يا شيخ، أبمهله السنة انسدد ولا السجن؟ جلس سنة جمع عمره مساكين ما اللي قال له 27، راتبه 2300، يوم جاء عند القاضي لأنه جايب ابنه 27,000، فغضب الدائن أكثر من غضبه الأول، قال أقول لك 300,000 وتجيب لي 27,000؟ قال والله بعت جح بطيخ، والله ما بقى شيء إلا تسببت فيه، لكن وراي أجار وراي أم وراي خيات، فما هو اللي يفذ منها أحفظه واشتغل في الليل، هذا اللي قدرت. فغضب قال اسجنه يا شيخ. والتفت عليه القاضي عندك شيء؟ قال والله ما عندي إلا فريش في الموتر في الهايلكس اللي برا، باخذ الفريش أروح للسجن، ما عندي شيء. أمي وأبوي حولت الرويت بيجيبه واحد له. فرحمه القاضي، فالتفت على الدائن قال ورا ما تمهله؟ قال يا شيخ هذا ما ينفع فيه الجميل. قال هذا رجل ليس مماطل، مطل الغني ظلم، هذا مو بغني، ارحم حاله وان كان ذو عسرة فنظره الى ميسرة. وانا اقول لاحبابي ترى معظم الدائنين نفعكم في بقاء الدين على الدائن مع انظاره انفع لكم من اخذ المال، انظروه حتى ينظركم الله. المهم بعد اعطاه 3 أشهر، قال لك 3 أشهر، فذهب وخرج من عند الباب، بعد 3 أشهر جاء والفريش معه رايح للسجن، ما معي شيء 3 أشهر، راح لبعض التجار كرته طردوه من عند الباب، انت قوي؟ قال مو بلي، هذا ابوي ومديون والدين علي. فلما نظر اليه القاضي بعد 3 أشهر وجلس بين يديه، فنظر اليه القاضي يبتسم، قال ها وش جبت معك؟ قال جبت معي فراشي. قال له القاضي وغيرها؟ قال والله يا شيخ والله ما مطلته، لكني مرتاح اسجن فوقها وابوي مرتاح انت تحتها، الله يقبله، لكن والله ما مطلته. فقال القاضي وانت؟ قال السجن حسبي الله ماكل حلالي، وبدا يدعي عليه. قال لا لا اصبر اصبر اصبر. فتح القاضي الدرج واخرج له شيك مصدق من أميز تجار المملكة رحمه الله توفي يحب الصدقة. قال والله أن الشيك عندي يا ولدي من أسبوع من يوم تركتك، لكن قلت 3 أشهر ذي خلها أشوف وش بيسوي، تبين علمني 3 أشهر ذي وش كتسوي فيها. لا قال والله يا شيخ ما تركت لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تركت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، وأسعى أبشرك أنا لي موظفا ب2003 وفي الليل موظفا ب3، أشتغل ما تركت العمل حتى لا أكون قاعد، ولكني أحوقل واستغفر. قال استغفارك استغفارك يا ولدي جاب أجار بيتكم ودينك وراتب عندها الشايب اللي عطاك إياها، وقم يا راعي الدين خذه وانت تعال استلم الشيك اللي لك ولاهلك، ويقول هذا اجار بيتك ما دمت فيه. لا فالتفت وقال يا صدق يوم ان ندور المخلوقين وهم متعبين. تكفى يا فلان، لان ما احنا فلان الا غزل ماء، شفت الماء اللي ينغزل الماء ما ينغزل، راحت. ولين راح اتكى وتوكل واعتمد وانكسر بين يدي الله، اذا هو جل وعلا يرزقه من غير لا يدري، من غير ما يحتسب. تفضل.